انت عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا انا هقول الجهاز ده جهاز كشف الكذب. انت بتكذبي؟ يعني عمرك ما كذبتي في حياتك؟ كذبتي؟ ماشي، كانت مرة. مستعد؟ مستعد. يلا اسمك ايه؟ ياسين. برافو. هنا أحمد زهرة. عندك كم سنة؟ 7. يعني بكرة إن شاء الله هيبقى عيد ميلادي، المفروض النهاردة بس عشان ده امتحان فمامي هتعمله لي بكرة. حاسس إنك مبسوط ولا حاسس إنك قلقان؟ مبسوط. حاسة كده وبعدين أرجع كده، حاسة كده وبعدين أرجع كده. تحب المدرسة؟ أول ما أصحى بحس إن أنا مش عايزة، بس لما أروح بحس إن أنا عايزة. يعني انت بتحبي النوم؟ طب قولي مين أكتر حد بتحبه في المدرسة؟ مالك. مين أكتر بقى مدرس ما بتحبهوش؟ مستر عزت. ليه بقى؟ عمل إيه مستر عزت؟ هو ما بيخلينيش اروح في حته الكبار. بحب البنات. مش بتحب البنات؟ شوي شوي. ماشي. عارفه مستر عزت ايه ده؟ يبقى جوزي. وانتي ما بتحبيش جوزي، ده ينفع؟ بتحبي مستر عزت؟ ايه اكبر مصيبه عملتيها في حياتك؟ وده كان زمان. مش فاكره أوي، فاكره شويه حاجات. فاكره كل حاجه. كنت زمان كاني بحب حد. عايزة أعرف بس حاجة أخيرة، شايفني رفيعة ولا تخينة؟ تخينة. شايفني تخينة؟ أنا تخينة؟ لا. يعني أنا إيه؟ رفيعة. ميرسي. اللي فوقك ده جردل فيه مية بتلج، عايزاك تجاوب معايا كل الإجابات بسرعة وبدون تردد ومن غير تفكير، وما تقولش خالص كلمة معرفش، أوكي؟ علشان أنت لو جاوبت غلط الجردل هينزل وممكن يتدلق علينا، لكن لو جاوبت صح الجردل هيطلع لفوق. أنت فاهمني يا ياسين؟ يلا نبتدي؟ طب يلا، اسمك إيه؟ ياسين. عندك كم سنة؟ فايف. اسم أخوك؟ ياسين. حساسين؟ عنده كم سنة؟ فايف. باباك اسمه ايه؟ بابي. عنده كم سنة؟ فور. عنده فور؟ اه. بتحب مامتك؟ مامتك اكتر ولا باباك؟ مامتي. مامتك اسمها ايه؟ مامي. عندها كم سنة؟ فايف. طيب قولي بتلعب كرة؟ بتلعب باسكت؟ بتلعب طايرة؟ بتلعب نخلك؟ بتلعب مع اصحابك؟ لا. مين بيديك مصروف؟ ميس. الميس بتديك مصروف بتصرف عليك؟ بتديك فلوس قد ايه؟ قول بسرعه كارت الميس. 300. 300 جنيه عليا بالميس ب 300 جنيه، مين بياخد منك المصروف؟ مام. مامتك بتاخد الفلوس اللي الميس بتديها لك، اللي هو بتديك كام؟ انت متجوز؟ عندك عيال؟ عيال قد ايه؟ اتنين. اسمهم ايه؟ جودي وليلي. جودي وليلي. بتحبي مين فيهم اكتر؟ الكركل. جودي. جودي. جودي بتضرب اختها ليه؟ لا. انت بتضرب جودي؟ لا. طب بتضرب اللي؟ لا. طب الحمد لله، اطلع يا جردل. الحمد لله جاوب كله صح. ايه اخيرا. كانت مرحله صعبه قوي مش كده؟ كنت طيب. بقول لك بسرعه. يا حبيبي. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض السباق اللي بعد كده. يلا مستعد؟ هغميك وهجيب لك بوكس تحاول تعرف ايه اللي موجود جوه الصندوق. حاول تعرف ايه اللي جوه الصندوق. ها يلا عشان الجردل بينزل. ها ايه اللي جوه؟ كلب. لا مش كلب. مش كلب. ها يلا الجردل بينزل، حاول تعرف، خمن.
حرك ايدك شمال ويمين كده. يلا حاول تعرف. حاول ايه؟ قطه. خلي بالك. لا مش قطه. قول. لا ثانيه واحده يا جردل، هو بيجاوب بيجاوب. اطلع يا جردل. اهو اطلع. الحمد لله. اطلع يا جردل بقى ثانيه. يلا حاول تجاوب بقى. يلا حاول تجاوب عشان ما ينزلش تاني. يلا. حاجه بتتاكل واول حرف من اسمها فيه. فقر. انت بتاكل الفقر؟ لا لا حاجه تانيه. فيه. ها؟ دجاجه. يلا ياسين. ايه دجاجه؟ برافو يا ياسين، برافو. الاجابه صحيحه وهي فعلا دجاجه. شفتها؟ لا مش هي. طلعيها كده. طلعيها اهي اهي اهي. ايه رايك؟ هو فين العصافير بتاعتها المولوده؟ هي لا هي مش بتولد عصافير، دي بتولد ديوك. ديك كبير كده. حاول تعرف ايه اللي جوه؟ اللي جوه ايه؟ ها اللي جوه ايه؟ ارنب. برافو عليك يا ياسين، انت بتعرف ازاي؟ انت شاطر قوي. عشان بشوفك. لا مش بشوفك طبعا. بتشوفني ازاي؟ مش بشوفك طبعا، انا بشوف الاسود بس. لا انت شفتني. لا والله شفتني. لا والله ما ياسين. لا استنى عليا. طب نشوف ده. نشوف ده اهو. هنشوف ارنب. ارنب يو. شفت؟ ارنب. هنشوف واحد تاني. اما شوف بقى اللي جاي ده، لو عرفته وانت بصيت ازعل منك. يلا دخل ايدك بسرعه عشان الجردل، الوقت بدا ينفذ مننا. حاول تعرف ايه اللي جوه. ها؟ واحد. سلحفه. برافو معانا ياسين، اشطر طفل بجد، انت فظيع. ها سلحفه. ايه رايك؟ اصبري ما شفتهاش. اهي اهي حلوه. حلوه؟ هي واحده؟ لا اتنين. اتنين؟ اه. حلوين؟ اه. ماشي هجوزك واحده منهم. ماشي؟ اوكي. موافق؟ اه. تاخد انهي واحده؟ سعاد ولا تقى؟ ايه سعاد. احلى من تقى صح؟ اه. ايه احلى حاجه فيها؟ خلي بالك عشان الجردل بينزل. ايه احلى حاجه في سعاد؟ ايه احلى حاجه في سعاد؟ احلى. احلى في ايه؟ احلى السحلفة. ايه احلى حاجه فيها؟ السحلفة. ان هي احلى حاجه فيها ايه؟ بتضحك. بتضحك ازاي؟ وايه تاني؟ بتضحك ازاي تاني؟ وايه كمان؟ لا بتضحك كده. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. هو بيجرد. اطلع يا جردل. بتضحك ازاي؟ قول بتضحك ازاي؟ هي بتمشي بسرعه؟ بسرعه صح؟ سرعات سريعه؟ سريعه قوي؟ طب خلاص اوكي. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف وهينور احمر، هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدأ وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كام سنة؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسة؟ لا. طب وهنا؟ انا خصماني. خصمك؟ يعني انت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب ادم؟ لا بس هي بتحب اعرفك. معلش ممكن تقول ايه دلوقتي لهنا وادم؟ ممكن اقول لهم مم. بشكره.
بتشكرهم. ايه الاغنية اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظة الضعيفة اللي انت فيها دي؟ الفار والقطة، بحب الفار والقطة. غني لهم الفار والقطة. الفار والقطة الاتنين دول دايما مختلفين طول السنة الأربع تسوم، أرجو فر شمال ويمين. هو آدم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ أنا مش رفيع، أنا طويل. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجة حلوة على فكرة، عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ببقى جعان.